بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أبناء الأعزاء طلاب الصف الثالث الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية. أهلا بكم في لقاء جديد ومع حل تدريبات الدرس الثاني، ألا وهو أبو الأطباء أبو بكر الرازي. هيا معا إلى التدريب الأول، الفهم والاستيعاب. أولا أجيب. واحد، أجيبه شفهيا عن الأسئلة الآتية. واحد، لماذا لقب الرازي بأمير الأطباء؟ نعم، لقب الرازي بأمير الأطباء لأنه كان أحد عباقرة عصره وعباقرة العرب والمسلمين الذين تدين لهم الحضارة بالفضل. أين عاش الرازي ولماذا؟ هذا السؤال مكون من جزئين. الجزء الأول، أين عاش؟ عاش في بغداد. ولماذا؟ لأنها كانت عاصمة العلوم في زمانه، والعلم الذي برع فيه الرازي برع في علم الطب. ماذا طلب الخليفة منه؟ طلب منه اختيار الموقع المناسب لبناء مستشفى لأهل بغداد. كيف نفذ الرازي طلب الخليفة؟ أمر بعض الغلمان بأن يأخذ كل واحد منهم قطعة من اللحم ويضعها في ناحية من نواحي بغداد، وتركها فترة ثم مر عليها، والقطع التي لم تفسد وجد أنها مكانها هو المكان المناسب لبناء المستشفى، وبالفعل قام بفعل ذلك. انتقل إلى السؤال السادس، ما الطريقة التي اتبعها الرازي في مداواة المرضى؟ اتبع الرازي في مداواة المرضى طريقة تسمى التشخيص، ومعروفة الآن بطريقة المشاهدة في عصرنا الحالي. ما أهم اختراعاته؟ أنه أول من صنع المراهم، وابتكر خيوط الجراحة من أمعاء الحيوانات. ما واجبك تجاه العلماء المسلمين؟ أن نقدرهم ونحترمهم ونسير على نهجهم ونعترف بفضلهم ونستفيد من علمهم. ماذا يحدث لو لم تبنى المستشفيات؟ لم يجد المرضى المكان المناسب لتلقي الرعاية الصحية والعلاج. ماذا يحدث لو لم يكتشف الأطباء أسباب الأمراض؟ أيضا لا تزيد الأمراض الأوبئة وتعرض الناس للهلاك. أقترح ثلاثة عناوين أخرى للنص. من الممكن أن نسمي النص الطبيب العبقري، أو من عباقرة المسلمين، أو الطبيب العربي. انتقل بعد ذلك إلى رقم 2، أكمل الفراغ بذكر السبب. 1، اختيار الموضع الذي لم تفسد فيه قطعة اللحم بسرعة لبناء المستشفى، وذلك لطيب هوائه وخلوه من الملوثات التي تؤذي المرضى. 2، اختيار الخليفة الرازي للقيام على شؤون المرضى، لأنه كان طبيبا ماهرا في ذلك الوقت وجراحا ماهرا في ذلك العصر يسافر إليه الناس. 3، اختيار الخليفة الرازي لاختيار موقع المستشفى، لأن الرازي عرف بفطنته وذكائه. 4، جمع الخليفة أطباء بغداد كلهم وذلك لاختيار أفضلهم للعمل في مستشفى بغداد. 3، أكمل الشكل الآتي، جابر بن حيان وأبو بكر الرازي، نذكر التشابه بينهما ثم بعد ذلك نذكر كل ما تميز به كل منهما. أولا التشابه، تشابهان، كلاهما عبقري من عباقرة العرب والمسلمين. أما جابر بن حيان فلقبه أبو الكيمياء، أيضا له العديد من المؤلفات، أيضا ابتكر الحبر الذي لا تؤثر فيه النار، واخترع الورق المقاوم للنار. الشيء الآخر، انتقل إلى أبو بكر الرازي، لقبه أبو الأطباء، كان جراحا ماهرا يسافر إليه الناس. أول من صنع المراهم وابتكر خيوط الجراحة من أمعاء الحيوانات. ثانيا، أنمي لغتي، أصل الكلمة، أصل الكلمة في القائمة ألف بمعناها في القائمة باء. ألف، حجة الطب، معناها الطبيب الثقة. طرأ بمعنى حدث. التشخيص، تعيين المرض. فطنته أي ذكاؤه. انتقل بعد ذلك يا شباب إلى رقم 2، في أنمي لغتي، آتي من النص بأضداد الكلمات الآتية. معنى النص يعني لابد أن آتي بالكلمات من النص وليست من عندي. طبعا ذكاء، الضار النافع، صحيح البدن ضادها
المريض. انتقل الى رقم 3 في انمي لغتي، اقرأ النص واستخرج، اقرأ النص واستخرج منه ما يأتي. كلمة مفردها المسلم، المسلمين. كلمة جمعها الاطباء. يا شباب الدرس، نعلم جميعا ان الاطباء مفردها الطبيب، ولكن كلمة الطبيب لم ترد مطلقا في هذا النص كامل، فنعلم المعلومة فقط. وقد يكون هذا السؤال لاختبار ذكائكم، وهل تأتون بالكلمات دون ان تبحثوا ام تأتون بها بعد البحث. فاذا بحثنا في النص فلن نجد كلمة الاطباء، كلمة الطبيب موجودة في النص مطلقا. كلمة مثناها المريضان، المريض. كلمة معناها بارع، ماهر. كلمة ضدها النظافة، الملوثات. وممكن أيضا كلمة تفسو. كلمة مذكرها معروف، المعروفة. كلمة مؤنثها عربية، العربي. انتقل بعد ذلك أبناء الطلاب إلى السؤال التالي، أكمل خريطة الكلمة الآتية. عبقري. عرفنا من قبل أن عبقري هو المتميز المبدع، فمن الممكن أن نقول أن ضدها غبي مقلد، مرادفها قلنا المتميز المبدع، نوعها اسم الجملة، الكلمة في جملة، أي جملة تستطيع أن تأتي به. فواز طالب عبقري، فواز عبقري رياضيات، فواز ماهر عبقري، كلها جمل تصلح لذلك. انتقل بعد ذلك إلى السؤال التالي هو الأداء القرائي. أقرأ وألاحظ. واحد، أقرأ الجمل الآتية وألاحظ الكلمات الملونة. أبو بكر بن محمد الرازي هو أبو الطب العربي وحجة الطب في أوروبا قديما. بدأت حياته بحبه العلوم العقلية، صار جراحا ماهرا يسافر إليه الناس. عرف الرازي بذكائه وفطنته. اتبع الرازي في مداواة المرضى طريقة المشاهدة، وهذه الطريقة هي المعروفة بالتشخيص. هنا تعالوا نناقش الكلمات ملونة. حجة، ما المعايير التي فيها؟ نلاحظ أن فيها شدة مع الفتحة على حرف الجيم، وأيضا تنتهي بالتاء المربوطة. كلمة الطب بها الشمسية، وبها شدة مع الكسرة على الطاء، وبها شدة مع الكسرة أيضا على الباء. ننتقل إلى الكلمة التالية، العلوم. لاحظ أن بها مد بالواو، وأيضا مد بالواو، وأيضا بها القمرية، العقلية، بها القمرية، وبها شدة مع الفتحة، وبها تاء مربوطة، وبها مد أيضا بالياء. جراح، بها مد بالألف وتنوين مع الفتح وشدة مع الفتحة. ماهرا، بها مد بالألف وتنوين مع الفتح. وفطنته، فطنته بها هاء في نهايتها تنتهي بحرف الهاء في آخر الكلمة. التشخيص، بها لام شمسية، بها شدة مع الفتحة، بها شدة مع الفتحة، وبها مد بالياء. انتقل بعد ذلك إلى ما يلي. 2، أقرأ الجملة وألاحظ الفرق بين الياء والألف المقصورة. نعم، الياء التي تحتها نقطتان، والألف المقصورة التي على صورة الياء ولكن لا يوضع تحتها أي نقاط. يكون الموضع صالحا لبناء المستشفى لطيب هوائه وخلوه من الملوثات التي تؤذي المرضى. يكون الموضع صالحا لبناء المستشفى لطيب هوائه وخلوه من الملوثات التي تؤذي المرضى. نلاحظ أن حرف الألف المقصورة هنا مفتوح ما قبلها، ولذلك قرأت المستشفى، قرأت ألف. هنا الياء قبلها كسرة، ولذلك قلنا التي قرأت ياء. تؤذي قبلها كسرة، قرأت ياء. المرضى قبلها فتحة وقرأت ألف، ولا يوجد تحتها نقطتان. 3، أقرأ الجملة وأنطق التاء المربوطة هاء عند الوقف. قرر الرازي بناء المستشفى في الناحية التي لم تفسد فيها قطعة، تفسد فيها قطعة اللحم بسرعة. إذا وقفنا على التاء، وقفنا على التاء هنا قرأت هاء، لكن لو وصلناها تقرأ تاء. في الناحية التي قرأت تاء، قطعة اللحم هنا قرأناها متصلة فقرأت التاء المربوطة تاء. بسرعة وقفنا عند التاء المربوطة هنا فقرأت تاء. إذن التاء المربوطة تقرأ تاء في حالة الوصل مع الحركة، وتقرأها في حالة الوقف والسكون. وإلى هنا أبناء الأعزاء نكون قد انتهينا من هذه الحلقة،
وإلى لقاء آخر إن شاء الله. حفظكم الله وبارك فيكم ونفع بكم وحفظكم من كل سوء، اللهم أمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.